معهد نجمات فريق النادي الاهلي. مبروك كابتن نهال النهارده. كان نفس السؤال اللي بساله، نقدر نقول المباريات المتتاليه بنقدر نقول بنقيم الفرق، المستوى بيتطور مباراه عن مباراه بالنسبه للفرق المنافسه ولا لا؟ طبعا يعني الحمد لله طبعا في الاول على الفوز. طبعا الماتش ده يعتبر اقوى من ماتش اوغندا، حتى احنا ابتدينا نتحسن شويه عن الاول. بدايه البطوله دايما بتبقى صعبه لكل الفرق، الفريق الاوغندي دايما الفرق القويه، بس احنا الحمد لله قدرنا نتحكم في يعني في الماتش من الاول. يعني الفرقه دي قابلناها مره في السيمي فاينل 2016، كانت فرقه قويه وهي ما زالت قويه، بس احنا الحمد لله قدرنا النهارده التركيز كان اعلى من الماتش اللي فات والاداء كان احسن الحمد لله. شاركت في اكتر من بطوله افريقيه، لو بنتكلم على البطوله دي ومستوى الفني للفرق مقارنه بالبطوله الماضيه، نقدر نقول البطوله دي اقوى من البطوله اللي شاركت فيها المواسم الماضيه؟ انا الحمد لله حققت 4 بطولات افريقيه مع النادي الاهلي. كل سنه عن اللي قبلها المنافسه بتقوى عن الاول بكتير جدا. زمان كان ممكن بنبقى مجموعتين والوصول للنهائي سهل، دلوقتي لا بالعكس، دلوقتي في المجاميع في فرق قويه، بنوصل السيمي فاينل بيبقى في اكتر من فرقه بتنافس على البطوله. الاول كان ممكن يكون فرقتين او ثلاثه اللي بينافسوا، دلوقتي في اكتر من 4 فرق بتنافس على البطوله، فطبعا البطوله دي اقوى من السنه اللي فاتت واللي قبلها بكتير. طبعا المباراه القادمه انا عارف ان انتوا بكره راحه، هتعملوا اكيد ريكفري بالنسبه لكم، المباراه القادمه هتستعدوا ليها ازاي؟ وكابتن حمدي قال لكم ايه بعد المباراه على طول او لسه ما اتكلمش معاكم كابتن حمدي؟ احنا طبعا المباراه مهمه ان احنا نطلع من الدور الاول بدون هزيمه ان شاء الله. وطبعا بنحضر لكل ماتش، يعني احنا النهارده كان كل تفكيرنا في مباراه النهارده، لسه ان شاء الله هنبتدي من بكره في التمرين نطبق ونحضر للمباراه الجايه ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يخليك. مبارك من جديد طبعا لكل نجوم فريق النادي الاهلي، وبينضم لنا كمان الكابتن رحمه احد النجمات. مبارك لك النهارده طبعا كابتن رحمه على المباراه وعلى الفوز، ماشيين بشكل مميز حتى هذه اللحظه ان شاء الله، بنتمنى تحصدوا البطوله. قولي لي شايفه المباراه النهارده ازاي وازاي قدرتوا تستعدوا للمباراه؟ الحمد لله فريق رواندي النهارده المفروض هو فريق كويس قوي، بس احنا الحمد لله قدرنا من اول الماتش ان احنا نحجمهم شويه، علشان هم لو خدوا فرصه زي اي فرق افريقيه بيلعبوا بعشوائيه شويه احنا مش بنعرف نمسكهم بعد كده. فالحمد لله يعني ربنا وفقنا ان احنا ننجح النهارده في الخطه اللي كابتن حمدي كان قايل لنا عليها، والحمد لله يعني المباراه مشيت كويس. كان من الاشياء المميزه جدا احنا عندنا عناصر الخبره وعناصر الشباب، ودي حاجه رائعه جدا مع كابتن حمدي الصافي. تعليماته ليكوا ازاي وازاي قادر يعمل التوليفه دي، لان شايفين مستوى متميز جدا للنادي الاهلي؟ اول حاجه كابتن حمدي كان بيقول عليها ان احنا ما نتفهش من اي فرقه مهما كان مستواها، ننزل كله بنلعب بنفس المستوى علشان اللي حصل في افريقيا اللي فاتت ما يتكررش تاني، بالذات اللي احنا على ملعبنا. وقال لنا ان احنا نفس خالص من الجمهور، حتى اهالينا احنا يعتبر ما بنشوفهمش وما بنسلمش عليهم، لان لازم نبقى كاننا بره مصر يعني عشان نفضل مركزين ونتركزنا ما يطلعش بره البطوله. اخيرا شايفه المباراه القادمه بالنسبه لكم ازاي وبتتمنوا فيها ايه؟ ان شاء الله المباراه اللي جايه كويسه برضو، الفريق الكاميروني كويس قوي ولازم برضو نبقى في نفس تركيزنا، التركيز ما يقلش وربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر. الله يبارك فيك. ميرسي. مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد، بنبارك كمنشادة الكبيره اللي بيشيد بيها كل البعثات ورؤساء الانديه وايضا كمان اللاعبين واللاعبات، حاجه رائعه جدا ومميزه جدا، وده الحقيقه اللي احنا بنطالب بيه. وكمان بينضم لنا احد النجمات بقى، يمكن ريم متولي، طبعا برحب بيك في البدايه ومبروك طبعا النهارده الفوز بالمباراه. الاول انت راجع من اصابه، انا عارف كان بقالك فتره طويله، عايزين نطمن عليكي، خدت قد ايه وقت الاول في الاصابه دي وانت دلوقتي سليمه؟ انا عارف 100%. الحمد لله انا بقالي 7 شهور عامله عمليه، بس بلعب بقالي شهرين بالظبط، والحمد لله انا دلوقتي يعني كويسه، فاضلي بس شويه حاجات ان شاء الله هكملها بعد البطوله، عشان كنت نزلت بدري شويه عشان الحق البطوله يعني. بس المباراه النهارده بالنسبه لكم استعديتوا ليها ازاي؟ الكابتن حمدي ازاي كان مركز معاكم؟ وزي ما بناكد بنقول ان كل مباراه عن مباراه المستوى الفني بيعلى ليكوا والفرق المنافسه كمان. طبعا فريق رواندا مش وحش، فريق بيلعب، فاتعمل سكاوتنج وقعدنا في ميتنج اتفرجنا على الفيديو وشفنا نقط ضعف والنقط الكويسه في الفرقه، وكنا نازلين مركزين يعني ومش عايزين الماتش يطول معانا خالص، والحمد لله يعني ربنا. شاركت في بطولات كتير، انا عارف مستوى الفرق المنافسه، شايفه مقارنه بالبطوله الماضيه البطوله الافريقيه نقدر نقول في تطور، في منافسه اقوى مع العدد الكبير بالنسبه للفرق المشاركه ولا لا يا كابتن مالك؟ في طبعا تطور، فرق بتزيد كل بطوله مستواهم بيعلى، وان شاء الله يعني البطوله دي تبقى كويسه يعني وكل الفرق فيها تكون بتنافس. اخيرا طموحاتكم ايه وعايزين تحققوا؟ انا عارف ان انتوا طبعا هدفكم البطوله، لكن انتوا كفرقه كبنات دوافعكم ازاي ان انتوا بتجددوها كل مره وعايزين تحققوا ان شاء الله في البطوله دي؟ طبعا ان شاء الله نفسنا نبقى البطل وناخد البطوله على ارضنا وسط جمهورنا بعد ما خسرنا السنه اللي فاتت، وان شاء الله نظهر بمستوى كويس ونلعب كلنا كويس جدا ومن غير اصابات ان شاء الله، ونطلع كلنا راضيين عن نفسنا يعني ان شاء الله. مش سيرة بنحن.
بنبارك من جديد لكل نجوم فريق النادي الاهلي على هذه المباراه الرائعه، وزي ما بنقول مباراه مباراه، المستوى الفني بيزيد، المستوى الفني بيعلى لكل الفرق، وان شاء الله لسه المنافسات قويه، مواجهه الانابيب الكيني، مواجهه قرطاج، مواجهه فريق الجزائري، دي المباريات القويه اللي بينتظرها جمهور النادي الاهلي، وايضا كمان بينتظرها الكابتن حمدي الصافي لتقييم الفريق وايضا الوقوف على الحاله الفنيه لفريق النادي الاهلي. زي ما احنا شايفين طبعا اول يمكن احنا متواجدين في الصاله المغطاه مقر النادي الاهلي بالجزيره، صاله الامير عبد الله الفيصل اللي استقبلت المباراه اليوم، دي تعتبر اخر مباراه بالنسبه لي اليوم، بينتهي بفريق النادي الاهلي بفوزه اليوم في هذه المباراه. بنبارك من جديد للنادي الاهلي على هذه المباراه، وبنتمنى كل التوفيق خلال الفتره القادمه. النادي الاهلي غدا راحه، بعد غدا هيكون في مباراه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن بيحاول الكابتن حمدي الصافي ان هو يعمل بعض الريكفري للاعبين، بيحاول ان هم يستشفى، بيعمل استشفاء كامل بالنسبه للاعبين تجنبا للاجهاد، وبنحاول بشكل كبير بالنسبه للكابتن حمدي ان هو يحط اللاعبين كلهم في المود السليم. كابتننا طبعا برحب بيكي في البدايه، كابتننا طبعا برحب بيكي، حابه تقولي ايه بعد المباراه وبعد الفوز وبعد الاداء المميز ده بالنسبه لك؟ الحمد لله احنا لعبنا بمستوى كويس قوي وعالي قوي، ولسه قدامنا يعني مستوى اكتر من كده بكتير، والحمد لله على يعني تاني مكسب لنا في البطوله، وده بيشجعنا ان احنا نستمر ونكسب كل الماتشات ان شاء الله. ابرز التعليمات اللي بيقولها كابتن حمدي وكابتن ياسر ليكوا قبل المباريات، بيركز معاكوا على ايه؟ وانتوا كمان كبنات بعيدا عن الجهاز الفني ازاي بتقدروا تتكلموا مع بعض قبل المباراه؟ دايما بيركز ان احنا لازم كلنا يعني نعرف نلعب جنب بعض. الاول حاجه ان الارسال لازم يبقى قوي، الاستقبال لازم يطلع في نص الملعب للباصيره يريحها علشان تعرف ترفع وهم يعرفوا يضربوا كويس، وان احنا ان شاء الله يعني نكسب كل الماتشات اللي جايه. كمان نقطة مهمة، بتشوفي الشباب مع الخبرة، الكابتن حمدي عامل توليفة مميزة جدا، في شباب موجودين وفي لعيبة خبرة موجودين، ازاي بتقدروا تستفيدوا من اللعيبة الخبرة؟ ازاي بيوجهوكوا؟ ازاي قادرين توصلوا للمستوى ده؟ طبعا في كابتن نهلة وكابتن شروق، ومش عايزة انسى يعني كل الكبار، هم خبرة عننا كتير قوي، احنا الصغيرين لسه متصاعدين، فهم دايما هم بيقفوا جنبنا يساندونا في الماتشات اللي احنا أول مرة ننزلها، هم بيقفوا جنبنا ودايما بيشجعونا عشان نلعب أحسن وأحسن ونبقى زيهم إن شاء الله. حاطين إيه في دماغكم كهدف ودوافعكم ازاي لتحقيق البطولة دي إن شاء الله بإذن الله؟ إن احنا الماتشات كلها ما نستهترش بيها، وإن احنا نلعب كويس قوي لحد ما نوصل لاخر ماتش واحنا كويسين ونكسب كل الماتشات ان شاء الله. ميرسي، شكرا. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، وزي ما بنقول فرحه مميزه وفرحه كبيره بالنسبه لفريق النادي الاهلي، المباريات متتاليه ومتلاحمه، لكن عندنا ثقه كبيره في البنات. كابتن نور ياسين برحب بيكي في البدايه، مبروك النهارده الفوز، المباراه بالنسبه لكم شايف المباراه النهارده ازاي؟ ازاي قدرتوا كمان ان انتوا تاهلوا نفسكم للمباراه دي مع الكابتن حمدي الصبح؟ طبعا اولا تاهيل، ان احنا طبعا بنعمل اجتماعات وكابتن حمدي مش مقصر في التمارين خالص، والتركيز مع كل لعيبه فرديه، لان هو كل ما المهاره بتاعت اللعيب الفردي عالي كل ما المهاره الجماعيه الفرقه كلها عالي. وثانيا الله يبارك فيك، معلش نسيت، وغير كده المباراه بالنسبه لنا كانت سهله، بس لسه احنا عارفين ان هو في دور الثمانيه والسيمي فاينل الموضوع هيصعب وبسرعه، فلازم يعني نركز اكتر. الانابيب الكيني وقرطاج تعتبر دول من اقوى الفرق المشاركه في البطوله، شايفه مستواهم الفني بقى متابعتكم البسيطه بالنسبه للمباريات، شايفه المباريات القادمه بالنسبه لهم في حال وجوعنا معاهم، واكيد ممكن بشكل كبير جدا ان احنا يعني نقابلهم، شايفه المستوى الفني نقدر نقول انهي اقوى، الانابيب ولا قرطاج التونسي؟ بص حضرتك، هو اولا هو لازم هنقابلهم في السيمي فاينل، لكن دول الثمانيه ممكن احنا ما نقابلهمش. انا شايفه شخصيا ان كل واحد فيهم بيمتاز بقوه، يعني مثلا قرطاج ما بتمتاز بالقوه على قد ما بتمتاز بالذكاء، يعني هي بيستخدموا عقلهم اكتر، لكن انابيب لو فائت او ان هي لو سخنوا حسوا ان هو ممكن ياخدوا منك الماتش بيبداوا قوتهم تعلى، فالموضوع لما قوتهم بتعلى بيبقى صعب ان انت توقفهم، فلازم تاخدهم من الاول ان هو لا احنا اللي هنكسب من الاول. انا عارف رغم صغر سنك، لكن انت من اللعيبه اللي عندها قياده في الملعب وعندها روح كبيره جدا، بتنقلي الكلام ده ازاي لزمايلك في الملعب، وازاي بتقدروا تكلموا بعض قبل المباراه؟ واولا طبعا قبل المباراه بيبقى في تركيز شديد، ما ينفعش نتكلم حد خارجي ابدا، وبالذات لما تبقى مباراه مهمه بيبقى الفرقه كلها قاعده مع بعض، ما بنخرجش او بنخش مع بعض. لكن موضوع بقى نقل الروح ده بيبقى في الملعب، ان انت يلا يا جماعه يلا هنلعب وبتاع وكده، وطبعا روح الفانيلا الحمراء كله بيبقى قلبه على النادي وعلى اللقب، فالموضوع يعني بيبقى سهل جدا ان انت تنقل روحك كويسه للناس الثانيه. جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي عنده ثقه كبيره فيكم ان شاء الله ان انتوا تحققوا البطوله دي، عايز يعني تعكس لنا طبعا او تقول لنا انتوا ازاي مجهزين نفسكم وازاي قادرين ان شاء الله ان انتوا تحققوا البطوله دي. احنا اولا طبعا بقياده كابتن حمدي الصافي ومساعد الكابتن ياسر وكابتن رانيا، احنا الحمد لله يعني كفنيا عاليين جدا الحمد لله، ويعني عددنا كتير قوي من التمارين والماتشات اللي هي الوديه اللي عملناها في سلوفينيا عشان نبقى كويسين للبطوله. احنا طبعا يعني ان شاء الله قد الثقه بتاعت مجلس الاداره والجمهور، كنا نتمنى يعني ان احنا نلاقي الجمهور اعلى من كده في الماتشات، بس احنا عارفين عشان هو موضوع الماتشات
ضعيفه شويه وبتاع كده، بس نتمنى طبعا ان احنا نايمين في دور الثمانيه والسيمي فاينل، وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم وان شاء الله نكسب افريقيا تاني. الله يبارك حضرتك. بنبارك من جديد يا كابتن هيثم كل جمهور النادي الاهلي على المباراه، مباراه النادي الاهلي اليوم اداء ونتيجه كالعاده. الكابتن حمدي الصافي مجهز بشكل كبير جدا للبطوله دي، وعندنا ثقه كبيره زي ما مجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي عنده ثقه كبيره جدا في سيدات النادي الاهلي للحصول على لقب البطوله الافريقيه رقم 29. بكده تكون انتهى يمكن كواليسنا ولقاءاتنا هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره مع انتهاء مباراه النادي الاهلي وفريق ريفرز ال رواندي بفوز النادي الاهلي بنتيجه 3-0. اكيد هكون مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعينا كل جمهور النادي الاهلي لنقل اجواء ومغريات البطوله الافريقيه للكره الطايره رقم 29. خاصه جدا للبطوله الافريقيه للانديه الابطال لكره الطايره سيدات من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل، ومعانا ومعاكم كابتن رنا احد اللاعبات المتالقات في فريق كره الطايره بالنادي الاهلي عقب فوز النادي الاهلي النهارده امام ريفنور رواندي بثلاثه اشواط. كابتن رنا برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بحضرتك. تقييمك النهارده للاداء ونتيجه المباراه واللاعبين، خصوصا ان هو كان فوز النهارده باداء اكثر من رائع امام فريق ريفنور رواندي. الحمد لله احنا فعلا النهارده ادينا اداء كويس جدا في المباراه، كان هدفنا ان احنا خلاص نخش في مود البطوله. الفريق النهارده فريق كويس ما يعتبرش فريق ضعيف، فالحمد لله ان احنا قدرنا نظهر بشكل كويس، والحمد لله برضو قدرنا ان احنا نشارك كلنا عشان كلنا نجهز ان شاء الله نهائيات البطوله باذن الله. شايفه ان البطوله دي بيشارك فيها اكبر عدد من الانديه 19 نادي، شايفه ازاي شكل المنافسه ومن المرشح لاقوى للفوز باللقب امام النادي الاهلي؟ والله لما بتكون الفرق كتيرة دي حاجة يعني مش وحشة خالص، بالعكس دي بيديك حافز أكتر طبعا. فعلا السنة دي فرق كتيرة جدا 19 فريق، بس احنا إن شاء الله إن شاء الله يعني حريصين إن احنا نرجع اللقب بإذن الله. إن شاء الله يعني ممكن في فرق كتيرة منافسة، ممكن فريق كارتاج، ممكن بايب لاين، البريزنس، الفرق دي طبعا من الفرق اللي بتنافس على لقب البطوله خصوصا اللي هنا حصلت عليه قبل كده، بس احنا ان شاء الله مش هنضيعه السنه دي باذن الله. كابتن رنا لاعبه فريق الكره الطايره بالنادي الاهلي مبروك الفوز وبشكرك شكرا جزيلا. ميرسي، الله يبارك فيك، شكرا. مشاهدينا مستمرين في التغطيه المتواصله عقب فوز النادي الاهلي على نادي ريفنور رواندي بنتيجه 3-0، كل التوفيق للنادي الاهلي في جميع الادوار المقبله ان شاء الله. مستمرين معاكم اعزائي المشاهدين في تغطيه خاصه وخاصه جدا للبطوله الافريقيه للانديه الابطال لكره الطايره سيدات، معانا احد اللاعبات المتالقات جدا وظهرت بمستوى متميز النهارده كابتن فريده العسقلاني، مبروك الفوز وبرحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي. الله يبارك فيك، شكرا. تقييمك النهارده الاداء ونتيجه المباراه؟ هو احنا في مجموعه سهله فيعتبر النهارده ماتش سهل، احنا الحمد لله لعبنا حلو وواخدين البطوله واحده واحده عشان هي بطوله صعبه جدا، فأدائنا النهارده كان كويس قدام فرقه مش قويه قوي، والماتش اللي جاي برده هيكون مش قوي قوي، بس ان شاء الله في السيمي فاينل والكوارتر فاينلز يعني كوارتر فاينلز سيمي فاينل والفاينل هيبقوا ماتشات اجمد بكتير، فهنبقى محتاجين يعني نشد حيلنا اكتر من كده. مع وصول البطوله للادوار الاقصائيه بتزداد صعوبه المنافسه، يا ترى مين المرشح الاقوى للفوز امام النادي الاهلي من وجهه نظرك؟ هو مفيش حد معين، بس هو في ثلاث فرق هما جامدين قوي، كينيا الفرقتين بتوعهم بايب لاين والسجون، وفي كارتاج طبعا التونسي ده برده فريق قوي، بتهيألي ان هي المنافسه هتبقى ما بيننا يعني، وان شاء الله ان شاء الله نكون قدها ونكسب يعني ان شاء الله. كابتن حمدي الصافي بنلاحظ بيتعامل معاكم تعامل نفسي اكثر من رائع، يا ترى كان ابرز التعليمات النهارده كان ليكوا ايه امام الفريق الريفنور رواندي؟ ان احنا عارفين من الاول ان هو فريق سهل، فهو كان بيدينا على طول الثقه ان احنا نعمل اي حاجه احنا عايزينها في الملعب، اللي هو لو في فنتات جديده يعملوها عشان ناخد الثقه وناخد على جو الملعب وكده، فهو بيدينا روح قويه قوي في الملعب، فلا يعني هو النهارده كان في سبورت معنوي جامد. لاعبات النادي الاهلي النهارده كانوا بيزدادوا تالق مع مؤازر جماهير النادي الاهلي وهتافات جماهير النادي الاهلي النهارده، يا ترى تقولي ايه الرساله اللي توجهيها لجماهير النادي الاهلي النهارده؟ هو النهارده كلهم ما جوش عشان المشكله اللي حصلت في الماتش الكوره، بس لا كنت متضايقه، كان نفسي ان هم كل الناس تيجي، فاتمنى ان الماتشات الجايه كلهم يقدروا يجوا عشان هم بيدونا روح قويه قوي في الملعب زي في البطوله العربيه اللي فاتت، فلا يعني نفسي يعني اتمنى ان هم كلهم يكونوا موجودين الماتشات اللي جايه. كابتن فريده العسقلاني احد اللاعبات المتالقات النهارده بشكرك شكرا جزيلا ومبروك الفوز مره ثانيه. شكرا. مشاهدينا ده كان لقاءنا مع كابتن فريد العسقلاني احد اللاعبات المتميزات النهارده عقب الفوز النادي الاهلي على فريق ريفنور رواندي بالنتيجه 3-0، كل التوفيق للنادي الاهلي في جميع المباريات المقبله.